ارحموا عزيز قوم ذل. مش عارف ليه افتكرت المثل ده او الجمله دي لما شفت الخبر ده. ده خبر اهو، اسره لا املك قوت يومي وعلي ديون، حفيده محمد نجيب تستغيث بالسيسي. وفي تفاصيل الخبر اللي كان من يومين تقريبا، امبارح الاثنين، كان هو الفيديو نزل قبل الاثنين لكن نشر يوم الاثنين امبارح، دي حفيده الرئيس محمد نجيب وهي بتستغيث وبتقول كلام يقطع القلب. خلينا نشوف الفيديو قالت فيه ايه كده. بقالي 3 سنين حصلت لي مشكله صحيه، كنت محتاجه اعمل عمليه، فطبعا عملت كارت عشان اعمل العمليه ديت. فضلت ماشيه وبسدد الكارت، بيتخصم من المعاش ما فيش اي مشاكل، وماشيه على قد المبلغ اللي بيفضل من المعاش، ممشيه بيتي واولادي والحياه الحمد لله بقدر الامكان كويسه يعني. جت فجاه عرفت اني راح اقبض معاشي، عرفت ان المعاش انقطع، فبسال ليه، قالوا لي انت ليكي اخت انفصلت ودخلت معاكي في المعاش. فاصبح انا ما بقاش ليا معاش ولا ليا دخل ثابت غيره، وانا ما معيش مؤهل ولا معايا شهاده ان انا اشتغل بيها. فخلاص فضلت ادفع بقالي دلوقتي حوالي 7 شهور بستلف من الناس، لان اصبح ان الكارد مطلوب مني فلوس على الفلوس اللي هم بيخصموها من بره، لان المعاش كله بقى يتخصم ولازم ادفع كمان اكمل من عليه. يعني الجزء بتاع المعاش بتاع حضرتك ما بقاش مكفي المبلغ المطلوب في الكارد، فبقيتي بتدفعي عليه زياده. تمام. قد ايه الزياده؟ 1000 جنيه. فبقيت استلف من هنا لهنا، واولادي طلعوا، ابني الكبير طلع من الجامعه بتاعته، اتفصل عشان ما فيش دفع المصاريف. بقى يشتغل، بقى يساعدني، طبعا الظروف اللي البلد فيها وكورونا، ابني قاعد من الشغل وما بقاش طبعا في اي دخل بيخش لنا خالص. ابني التاني كان في ثالثه سياحه وفنادق، برضه ساب المدرسه عشان يساعدني برضه على ظروف الحياه، ومرض اخته اللي هي تعبانه بيساعدوني على علاجها، لان انا بجيب لها علاجها كله، ومصاريفه بتتبل يعني مصاريفه بتتكلف مصاريف بهيظه، يعني العلاج غالي جدا لان هي كهرباء ونور وعلاج طبيعي. فوقفت العلاج عن بنتي، ما بقتش تتعالج، حالتها سقط اكتر، ابتدت ايديها تنطر لوحدها، ما بقتش تملك تمسك قلم تكتب بيه، ما بقتش تملك تمسك معلقه تاكل بيها، وبقت خلاص ابواب الدنيا اتسددت كلها في وشي، فمش لايقه لان فخم. الحقيقه يعني دي اول حفيده، أو دي حفيدة أول رئيس لمصر، ودي أول حالة من حالات يوليو تصل إلى هذا القاع من الفقر، لأن كل ضباط يوليو حتى اللي اتغضب عليهم واتسجنوا أحفادهم وأولادهم عاشوا في عز ونعيم، حتى اللي اتغضب عليهم. يعني أبناء زكريا محي الدين كان عندهم فيلا في شارع الثورة اللي يوصلك من المصل واللقاح الى شارع محي الدين ابو العز. احفاد حسين الجدع اللي هو التاني اللي كان نائب رئيس، ده نفس القصه. احفاد شعراوي جمعه اسوأ وزير داخليه، برضه انبسطوا ومبسوطين جدا. دي اول حاله اشوفها من بتوع يوليو، ده غير بقى وجيه اباظه وثروت عكاشه، كل الناس دي ولادهم واحفادهم عايشين كويسين جدا. دي اول حاله من حالات يوليو الوحيده. طبعا ما اعرفش احفاد يوسف صديق اخباره مين ده تنكل بيه من الاول، لكن حاله كده وصل بها الحال لطلب المساعده والاستغاثه. امال باقي المصريين بيحصل فيهم ايه؟ على كل حال الست اللي في الفيديو دي بتقول غريبه انها ما اتعلمتش، ده جدها كان لواء ايام الملكيه. عارف يعني ايه لواء جيش؟ لواء ايام الملكيه، لواء ايام الملكيه يعني مش عبد الناصر، مش السادات اللي كلهم طالعين صاغوا القصه دي ونقيب، ده كان اللواء. جدها كان اللي فاز في انتخابات الجيش في نادي الجيش على مرشح الملك، يعني جدها تحدى الملك وفاز في الانتخابات. ستي بتقول ما اتعلمتش اصلا، عجيبه قوي، واولادها خرجوا من الجامعه، وبتقول ان الحال تدهور بسبب البطاله والفقر ووقف المعاش والديون.
انا قلت في نفسي طب ما ده حال المصريين كلهم، ربنا يكون في عونهم. ويا كمان حفيدة الرئيس قالت انها مش لاقية تتعالج فاضطرت تاخد قرض عشان تعمل عملية وتسد من على المعاش. يعني على كل حال اسرة الرئيس محمد نجيب باقي اخواتها يعني اتكسفت من اللي جرى وردت ببيان. تعال نشوف البيان ايه، هل كذبوا الست دي في اللي قالته؟ نشوف كده البيان بيقول ايه، نشوف بس البيان بيقول ايه. اسرة محمد نجيب ترفض تصريحات حفيدته اسلوب مهين ونخلي مسؤوليتنا عما نشر. ده اللواء محمد نجيب يا جماعه. ماشي. قالت نعمه يوسف محمد نجيب في تصريحات خاصه الوطن ان الاسره تقدمت بشكوى ضد الحفيده نبويه، كما اصدرت الاسره بيانا موقعا من كل من محمد يوسف محمد نجيب ونجيب يوسف محمد نجيب ونعمه يوسف محمد نجيب ورغده يوسف محمد، اكدوا فيه رفضهم بشكل واضح وصريح للأمر، مشيرين إلى أن الجميع يعلم بساطة حال الأسرة والأمر الذي لا يعيبها في شيء أو يقلل منها، والأهم أن هذا لم ولم يكن سببا في جعلنا نسلك مثل هذا السلوك المرفوض شكلا وموضوعا لطلب المساعدة المادية، مما يستدعي أن نؤكد لرفضنا الشديد لهذا المقطع ونخلي مسؤوليتنا عن محتواه بشكل تام. لكن البيان ما اكدش، ما نفاش خالص اللي قالته. يعني البيان بيقول اهو ان الجميع يعلم بساطه حاله الاسره. يعني الست ما كذبتش في حاجه. اخواتها وقرايبها مكسوفين بس من الطريقه. بس يعني خلافهم معاها على الطريقه. احنا حالنا بسيط. لكن طريقتك دي احنا مش عاجبانا. ما اختلفوه، ما قالوش كدابه، ما قالوش لا ده بيجي لها فلوس كذا، انما اختلفوا على طريقه الطلب، وعندهم الحق. كمان هي عندها حق، لما توصل للقاع بالطريقه دي خلاص. اذا كان الحال كده مع حفيده رئيس الجمهوريه اللي له بالمناسبه من سنه السيسي افتتح قاعده محمد نجيب في الساحل الشمالي، قاعدة أراضي هم نفسهم مش لاقيين ياكلوا، هي اللقطة بس يعني هي اللقطة إن إحنا نعمل قاعدة اسمها محمد نجيب تكريما للرئيس محمد نجيب. بس بقى أسرة محمد نجيب مالناش دعوة، مش قصتنا. ده الحال مع حفيدة رئيس الجمهورية اللي ممكن حد يتدخل ويحل مشكلتها احتراما لذكرى اللواء محمد نجيب. لكن ما بالك بحال المصريين، حال ملايين المطلقات والأرامل، ملايين اللي شغالين أو البطالة والمرضى، مين هيسد عنهم؟